جاء أحد العصاة مسرفين على أنفسهم إلى من ينصح، فقال: يا أخي، أنا لا أظن أن الله يغفر لي ولا أظن أن الله يرحمني. قال: يا أخي، اجتهد أنك تكون من المحسنين، لأن الله عز وجل يقول ويقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلعل الله عز وجل أن يرحمك. قال: لو كنت من المحسنين ما جيتك، أنا عندي مشكلة أصلا في عبادتي، في طاعتي، في مرضاتي، يعني انصحني. قال: معلش، لا تقرب. الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فلعلك شيء من هذا الشيء، لعل الله أن يرحمك. قال: والله أظن أن عندي من الذنوب والخطايا ما تجعلني لا أستحق رحمة الله. قال: إذن افعل كما يفعل المصاب فأنت في مصيبة، وقل إيش: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: إذن أبشر. قال: ماذا هناك؟ قال: ماذا بعد إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك، يعني ما دمت استرجعت ستشملك رحمة الله. فخلك متفائل بالله عز وجل. فما أعظم جمال التمعن في كلام الله عز وجل.